نادر يا حاج. نادر يا ستي. في صفقة جديد لجنرات العاصمة، بأكد لحضرتك يا أستاذ معتز خبر القبض على السفاح. نحن في انتظار وصوله لمديرية الأمن باللحظة والتانية. مزيد من التفاصيل في اللحظات القادمة بإذن الله. حرم هنا عددا كبيرا من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا لتغطية خبر القبض على السفاح. وأرى عدد كبير من المواطنين الغاضبين بالمكان، وقوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمنعهم من اقتحام الحواجز. ومن أمام مبنى مديرية الأمن نحن في انتظار وصول الشرطة التي قبضت على المتهم الذي اشتهر إعلاميا باسم سفاح النساء. حضرتك اللي بتطلبه ده حاجة صعبة جدا. حاضر أحاول أحاول يا كريم، بقى أحاول. حاضر سلام بقى دلوقتي. بقولك يا معلم، عايزين بقى تحاول نتميز كده وسط الزحمة دي، ماشي؟ ما دخلنا دفعة عشان خاطري. دخلنا الله يكرمك. ما تعملناش مشكلة أرجوك. يا أيمن بيه، أيمن بيه، أهو أيمن بيه. صورة السفاح وصلت يا أستاذة. طيب اديها بقى للكنترول، خليهم ينزلوها مع كلامي لما أقول لهم. اوكي بسرعة كريم. حاضر يلا. ستاند باي هوا. جاهزة مدام نيهال؟ جاهزة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة بلحظة. يظهر أن ستات مصر أخيراً هيرجعوا ينزلوا الشوارع ويتحركوا بحرية بعيداً عن الخوف والرعب اللي سيطر عليهم طول الفترة اللي فاتت. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض منذ أقل من ساعة على شخص يشتبه في أنه المسؤول عن جرائم القتل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكانت آخر ضحايا المطربة المعتزلة عزة كامل. فهل نجحت الداخلية فعلاً في الوصول للمجرم اللي اشتهر إعلامياً باسم سفاح النساء؟ ولا هنكتشف بعد شويه ان ده مجرد كبش فدا بتحاول اجهزه الامن تغطي بيه على فشلها في تحقيق الامن في الشارع المصري؟ الصوره جاهزه يا جماعه؟ طب نزلوها لو سمحتوا. دي صوره حصريه للشاب اللي الداخليه بتتهمه انه ورا جرائم القتل المروعه اللي اصبحت كابوس بيطارد كل عيله مصريه. هنوليكم بمعلومات اكتر خلال الحلقه، خليكم معانا ولحظه بلحظه.
الو؟ ايه يا بابا، انت فين؟ يا بنتي ما انا لازم اروح المديريه الاول علشان اعرف. يا سلام يا ليلى، هو انا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجه؟ المهم انت بس تاخدي بالك من نفسك لغايه ما اجيلك. طيب بقولك اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتك. ايوه يا ايمن، مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجه اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحجز لغايه ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقه دي، احنا مش ماسكين نشال. انا جاي على طول. يلا سلام. ما تشاهل شوية يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوغ حتى من أي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمة دي. حاضر يا فندم. كده بقى ممكن نبتدي. ده عملت كده ليه يا لأ؟ وإيه بينك وبين النسوان دي خليك تعمل كده فيهم؟ أنت بتعقد يالا؟ لو ما اتكلمتش دلوقتي حالاً أنا هعلقك. هو مرنا بيه هذا البيبي يقول لك وقف تحيه معاه ونزل الحجز. طالما هو الامر احنا ننفذ، بنشوف اخره الدلع ده ايه. اتفضل يا ابني اللي بره. انت يا زفت عمر باشا نايم على ودنك؟ مؤاخذه باشا، خد الواد ارميه الحجز. تعال بالسلامة يا شبح. اوبا شكلك وارد عصام بيه. الله 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 الله، ايه المعاملة دي؟ وانا اللي قلت ما صدقت لقيت حد يجي يونسني. عيب. سجارة؟ ما بتدخنش؟ بلاش. طب ايه؟ ربع كرس؟ بلاش. شاويش قال انك قاتل اربع نسوان، يخوفني بس على اني عم راجل، لان النسوان دي كلها كده تستاهل الذبح. اه انت متردش عليا ليه؟ اه هتسوق الهبل على الشيطانه وهتعمل لهم فيها مجنون. ياكل ياكل معاهم. ايوه يا عم كده فك يا عم، اقول لك على حاجه الدنيا مش محتاجه، بس انت قال له لازم تتكلم معاه وتاخده وتدي عشان ما تنساش الكلام. محسوبك زيكا، مسجل سرقة بالإكراه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني، يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ اللي هيخليك هتطمن على ابني؟ قبضوا على ابني من غير سبب والله، ابني بريء، هدخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا امي، في ناس اعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيت، الله لا يسيئك، ربنا يخليك، هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا. بس هو ابني ما عملش حاجه، ايه اللي هيخليك تسيبني ادخل؟ سعيد سيبني اشوف. سيب الحاجه تخش. تعالى يا حاجه. الهي ربنا يكرمك ويخليك، ابني بريء والله يا سعاده البيت، ما عملش حاجه خالص.
ابنك مين يا حاج؟ ابني نادر اللي انتوا قابضين عليكم، بريء وما عملش اي حاجه. طيب طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ صدق وتؤمن بايه؟ انا لولا الظروف اللي انت فيها دي كنت قفشت عليك عشان ما بتردش عليا، وانت ما تعرفش قفشه زيكا عامله ازاي. زيكا ده ملوش وجود اصلا. الله، ما انت بتتكلم زينا اهو. حمد لله بالسلامه يا عم، امال مدوخني معاك ليه؟ سيادتك اللي مدوخ نفسك يا باشا، ومش هتوصل لحاجه باللي بتعمله ده. انا عارف انك ظابط من اول ما دخلت. ظابط مرتاح قوي، مش من الجماعه الشقيانه. انت مبرش مالا ولا ايه؟ الدبله اللي في ايدك دي بلاتين وفيها فصوص الماس صغيره قوي. انت بقى من ساعه ما دخلت شاغل بالك بحته الحديده دي؟ فالصو، الدبله دي سويسري، ومفيش في مصر كلها حد بيجيبها غير تلات جوهرجيه بس، وزيكا اللي سيادتك داخل عليا بيه ده ما يعرفش حتى محلاتهم فين. حوار الدبله دي اساسا فراكس. وزن سعادتك زاد قوي بعد الجواز، ما قدرتش تخلع الدبله من صباعك. اخرج يا باشا، خد دش والبس هدومك الحلوه. انا ما عملتش حاجه عشان يحطولي ظابط يطلع مني معلومات. افتح يا ابني. كشف زياد؟ عظيم، ده كويس مش وحش. كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل، بالعكس باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سي عصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف باشا. معلش بعد اذن سيادتك، يعني مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا نطق لك امه. يا اخويا ما هو كان في ايده جرايه عصاب، ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه، انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش ما تقلقش، هرجعه لك تاني، بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. تمام يا باشا. يا زياد يا حبيبي يا ابني. اهدي يا ست منيرة عشان نعرف نتكلم، يمكن تقدري تساعديه في المصيبة اللي ودى نفسه فيها دي. يا باشا بقولك مش هو، اكيد مظلوم، ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قولي لي يا حاجه، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسالوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه افتراء يا حاج، احنا عندنا ادله، وكل الادله بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، هو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا معرفش حاجه. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى انه هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس ما اظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا مع التحقيق. خليني اشوفه يا باشا، ابوس ايديك خليني اشوف. هنشوف. مش كده الاحسن يا باشا؟ سيادتك قعدت معاه قبل ما اشوف امه. اللي عمله الواد ده مع زياد بيقول ان اعصابه هاديه قوي، والمقابله دي
هتهزله الهدوء ده شوية وبعدين أشوفه. ماما دي اللي جابك هنا؟ هيكون ايه اللي جابني على ملا وشي غيرك؟ حقك عليا. صحيح اللي بيقولوا ده؟ انت اللي قتلت الستات دي؟ ما تخافيش الشده وهتزول. رد عليا، انت ليك دخل باللي حصل للستات دي؟ بقول لك يا ماما ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا ابني؟ اذا كان الضابط بيقول ان التهمه لابساك لابساك ده كلام. كلام؟ طب ولما انت سليم ومالكش دعوه بحاجه كده ما بتردش عليهم ليه؟ انا حر. حر؟ انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي بدلك كده؟ كله منها، من يوم ما عرفناها ما شفناش يوم عدل في حياتنا، ربنا ينتقم منها. كفايه بقى يا ماما، انت لسه عاوزه تظلميها تاني؟ حرام عليكي. حرام عليا؟ انا اللي حرام عليا يا قليل الرمايه؟ هي اللي عشتها حرام في حرام، ضيعت نفسها وضيعتك معاها وخربت بيتنا، منها لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. برضه مش عايزه تقولي لي مين اللي كنت بتتكلمي عليها انت ونادر؟ ده موضوع قديم بيني وبين ابني، مالكوش دعوه بيه خالص يا باشا. بقى كده ابني بريء يا باشا، ومتهيألي ان حضرتك سمعته وهو بيقول لي كده زي ما سمعت بقيه كلامه. عن اذنك انا اتاخرت قوي ولازم اروح. استني. ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الوحده دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه؟ لا احسن احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه. ده الوزير. ربنا يستر. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. خير يا باشا؟ الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انهي مذيعه دي؟ مفيش غيرها اكيد. نهال مفيد. ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن. اه يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سيادة. اه. طيب وصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام يا باشا. باشا قصدي حضرتك الفاصل. فاصل. الفاصل ولا الاستراحه يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. باشا باشا. افتح لنا بقى التلفزيون. ايه يا كريم. بص يا ابني. هو سفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير
عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون. هو طلب أكلمه؟ يظهر إن الشغل اللي إحنا عملناه وجعهم قوي. طيب أكلمه. أطلب الحرك دلوقتي؟ لا اتقل اتقل. خلاص أنا أقول لك إمتى. طيب حاضر يا أستاذ. والله يا ابني إحنا غلوبنا. ساعة يقولوا مسكناه، لا مش هو. محدش عارف الحقيقة فين. أنا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتأكدوا إنه هو. سفاح مين بس؟ انت مصدق ان في حاجه اسمها سفاح اصلا؟ دي حاجه كذا اسلعوها اخترعوها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطه وواقفين معاها عشان مصلحه البلد، بس الواد اللي انا شفت صورته ده شكله طيب وابن ناس، مش بتاع الكلام ده. ده المواد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن، خلينا نشوف اخرتها. تمام سعد. الو. ايه يا كريم. طيب ماشي، خليك معايا ثانيه. الو. ايوه يا سيدي، معاك معاك، اتفضل. الو سياده اللواء. يا مدام نهال. ايوه يا فندم، معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال، مدير الاداره العامه لمباحث العاصمه، هيطلعنا على اخر المستجدات. ايوه يا فندم، حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم معاك. سيادة اللواء، تحب تقول ايه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزة الامنية. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم انا مش فاهمة حضرتك ليه عصبي كده. يعني لما انتوا كوزارة الداخلية مش عارفين تطمنوا الناس، يبقى الاعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيأليش ان احنا غلطنا في حاجة. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتمة قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجة تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال، مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقة دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سيادة اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح، وبعدين طلع مش هو. هل المره دي انتوا متاكدين ولا هنلف في نفس الدايره تاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الراي العام. وما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكده، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضو، احنا ما قلناش حاجه خالص. انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومة واحدة. أدينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكدة. زي ما قلتلك يا مدام نهال، إحنا في مرحلة التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لأنه مشتبه في إنه هو اللي ورا جرائم الخطف والقتل اللي حصل. طب وإنتوا مشتبهين فيه على أساس إيه؟ والله أنا مش مطالب أجاوب على أسئلة تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. امسك. هاتولي الواد ده من الحبس حالا. وجهز السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتم، محدش عارف حاجة في البلد دي. الداخلية بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقة بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وتصبحوا على ألف خير. متأكد إن هو؟ يا باشا متأكد هو. قتلت الستات دول ليه؟ أنهي ستات؟ دول. يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ دي حاجة بشعة جدا. ده أنت ناوي تستهبل بقى. ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. الصور دي يا نادر اتبعتت لأهالي الضحايا بعد اختفائهم بكام يوم. أنت ما بتقراش جرايد ولا إيه؟
ده البلد كلها عارفة الموضوع ده، ولا حتى بتتفرج على تلفزيون؟ أنا لا غاوي جرايد ولا بتفرج على تلفزيون، أنا بسمع من بعيد ومبصدقش حد. ما بتصدقش؟ طب أنا هوري لك صورة تانية يمكن تصدق. إيه رأيك؟ أنت ده ولا أخوك التوأم؟ حاضر، أنا فعلا. بس الصورة دي جت عند سعادتك إزاي؟ الصورة دي نشرها واحد على الفيسبوك زي ما انت شايف، وكتب ان الست اتجننت وماشية مع واحد قد بنتها. ده سوء ظن واتهام الناس بالباطل. الصورة دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول، بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتولة اتبعتت لبنتها. تقدر تفسر لي يا نادر ليه كنت انت اخر واحد ظهر معاها قبل ما تتقتل؟ سعادتك، الست دي عربيتها وقفت في حته مقطوعه وانا كنت معدي بالصدفه، طلبت مني اغيرلها فرده الكاوتش، اتفاجئت انها المطربه المشهوره اصل بحبها قوي، ولما قلت لها يعني ان انا من اشد المعجبين بيها فرحت جدا. ظهر عادل بيه انها ما بقاش حد يسال عليها من يوم ما اعتزلت، بس غيرت لها فرده الكاوتش وبعدين اصرت توصل. ادي كل اللي حصل. انت قلت يا عادل بيه، تعرف اسمي منين؟ سعادتك اشهر من نار على العالم، هو في حد في البلد ما يعرفكش؟ ليه بقى ان شاء الله؟ نجم سيما ولا لعيب كوره؟ بلاش لوع وقول لي دغري تعرف اسمي منين يا فندم. اكيد سيادتك عارف اني كنت بشتغل محامي ومعرفت الضباط الداخليه من صميم شغلي. ايه راي سعادتك بقى؟ مش تفسير مقنع. ماشي يا نادر، خلينا في عزة كامل. مالها سعادتك؟ بعد ما وصلتك حصل ايه؟ ولا حاجة، روحت على البيت وقعدت اسمع اغانيها وانا مبسوط. هل عندك دليل ان كلامك ده حصل؟ وفي دليل انه ما حصلش؟ ولا بلاش شغل المحامين ده. ليه بس يا فندم؟ هو شغل المحامين وحش ولا ايه؟ وبعدين الضابط والمحامي هدفهم واحد، تحقيق العدل. بص يا ابني، الظاهر ان انت مش مقدر خطورة الموقف اللي انت فيه. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمة مش بسيطة. انا عارف انها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها اي حاجة؟ ازاي مفيش فيها اي حاجة؟ انت متصور فيها مع الضحية. وانا ما انكرتش، بس انا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها، يعني عنصر الاجبار مش موجود. ولو فرضنا ان في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالاقرب بقى ان عزة تكون هي اللي خطفاني مش انا اللي خطفها. يا سلام يا عادل بيه، سيادتك لو حولتني النيابة دلوقتي بدليل زي ده هاخد إخلاء سبيل فورا وبدون أي ضمانات. ده غير بقى إن أنا كمان ممكن أطعن إن الصورة دي مزورة وننتدب خبير ونعيش بقى مع بعض. يعني يا نادر أنت مرتب نفسك قوي. مش مسألة مرتب نفسي ولا حاجة، ساعدتك حط نفسك مكاني. انتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد ان اتصورت معها؟ لا، وايه؟ عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيعة، كل ده عشان خاطر صورة؟ لا يا نادر، مش عشان صورة. وزي ما انت مرتب نفسك قوي، احنا كمان مرتبين نفسنا. انا مش فاهم سعادتك. هتفهم دلوقتي. ادخل. تعال يا سلطان. أوامر سعادتك يا باشا. أنت شغال في البنزينة اللي في طريق الواحات في 6 أكتوبر مش كده؟ أيوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل أنت قلت إنها جت عندكوا البنزينة ومونت عربيتها. أيوه حصل سعادتك. طيب أنا عايزك بقى تحكي لي كل حاجة بالتفصيل.
هو كان في شاب سايق عربيه. شاب ايه؟ سايق العربيه يا باشا. سايق العربيه؟ اه. كمل. والست عزه كانت قاعده في الكرسي اللي جنبه. اه وانت كلمتها؟ لا يا باشا دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانه مبلبعه حاجه ضربه اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبه عن الوعي. اكتر من كده يا باشا بقول لحضرتك مش هنا، مسافره بعيده يا باشا. طب قول لي يا سلطان. تحت امرك. هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربيه؟ هو يا باشا. لا انا عايزك تقرب منه يا سلطان وتبص كويس وتركز علشان تبقى متاكد. هو يا باشا انا متاكد. هو متاكد؟ متاكد. طيب يا سلطان تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايه يا نادر، يا ترى ايه رأيك في الكلام ده؟ يعني ايه شهادته ملهاش قيمة؟ حضرتك رحت البنزينة دي قبل كده؟ لا انا رحتها. البنزينة دي في حتة مقطوعة وبالليل الاضاءة بتبقى ضعيفة، يعني الاخ السلطان ده صعب جدا يشوف اللي جوه العربية ويحفظ ملامحه في الظروف دي. ما هو اتعرف على عزة كامل في نفس الظروف ده لان عزة فنانة مشهورة هو عارف شكلها من قبل كده. بس لو فرضنا ان انا اللي كنت سايق وده مش حقيقي، فصعب برضو انه يحفظ ملامحي لغاية النهاردة. سيبك من الكلام الفارغ ده يا نادر، احنا عندنا شاهد وشهادته يعتد بيها. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ السلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة، الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام، فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش، ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة؟ خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها، أو إنها كانت سكرانة زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه؟ مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية وسعادتك مفيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت، جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل، جبت منين الكلام ده؟ من الصور، الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادلة ادانة على جريمة قتل. سعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمه قتل محتاجه جثه وسلاح جريمه ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحده من دول. يعني ببساطه ما فيش عندك قضيه اصلا، وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الاخر برضو هتخرجني. وانا بقى عشان حبيتك مش هرفع قضيه على الداخليه اطلب فيها تعويض كبير على الضرر اللي وقع عليا. اذا كان ده رهانك تبقى غلطان. انا عارف كويس ان انت اللي قتلت الستات دي ومش هسيبك، مش هسيبك الا وانت متعلق في حبل المشنقه. حتى لو فرضنا تاني ان كلامك مظبوط، معرفه سيادتك مش دليل ادانه. تقدر تقول لي سيادتك ايه الرابط بيني وبين عزة عشان اعمل فيها كده؟ او ايه الرابط بيني وبين بقيه الضحايا؟ بلاش، ايه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمه طالعه من فيلم امريكاني، المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسه؟ بص يا ابني، اذا كنت فاكر نفسك ذكي فانا قاعد قدام مني زيك كده اللي اذكى منك 100 مره وبرضه رميتهم في السجن زي ما حرميك بالظبط.
أنا كان نفسي يا نادر إنك تتعاون معايا، لأني بجد عاوز أساعدك. شكلك باين عليه ابن ناس، ما انتش وش إجرام، لكن أهو أنت اللي اخترت الطريق الصعب. أنت حر، بس في الآخر مش هتلاقي حد تلومه إلا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه. نادر، انت مش ناوي تحكي لي على اللي الست والدتك ضربتك عشانها وايه علاقتها بالقضيه؟ ايه، واحده من الضحايا؟ دور سعادتك وانت توصل لاجابه. طب ولما انت عارف ان انا اكيد هوصل للاجابه، وفر على نفسك وعليا التعب ده كله وتحكي لي ايه اللي حصل من الاول. سعادتك مش هتصدقني. جرب. مش يمكن اصدقك؟ سعادتك مش هتصدق غير الحقيقه اللي هتوصل لها بنفسك، وساعتها بس هنقعد ونتكلم. انا يوم ما اوصل للحقيقه نادر مش هقعد اتكلم معاك، أنا هجيب لك إعدام. إيه يا نادر؟ تحب تحكي أنت ولا أحكي أنا الأول؟ عن إيه؟ عن حنين؟ لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجه واحده عايزين نتكلم عنها احنا الاثنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ طب مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل، بس مش دلوقتي. لحد ما يقون الأوان أنا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الأسئلة. تضربوني بقى، تكهربوني، أنا مش هنطق بكلمة واحدة ليها علاقة بحنين. لا 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 لا، أنا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس أنا بساعدك. بس أنت بقى خليك فاكر إن أنا حاولت أساعدك وأنت اللي رفضت. براحتك يا نادر. وياريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يقون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقة عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز اتكلم. اوامر فندم. رجعوا الحجز. أيمن، أنا عايز أعرف كل حاجة عن اللي اسمها حنين دي في أسرع وقت.
ها ايه رايك؟ اما نشوف يا متر. ادخل تعال يا نادر اقعد. حافظ بيه طبعا. نادر ده يا حافظ بيه اشطر محامي عندي هنا في المكتب، وانت عارف ان انا ما بجاملش في شغلي. دي شهاده غاليه جدا يا فندم. الاستاذ بيقول في حقك كلام جامد قوي يا استاذ نادر. ربنا يخلينا دايما عند حسن ظن. نادر انت عارف طبعا ان حافظ بيه له قضيه عندنا هنا. ايوه يا فندم، وقريت الملف بتاعك كويس كمان. تمام، وايه رايك فيها؟ والله يا فندم القضيه نفسها ضعيفه وسهل جدا نجيب فيها براءه لولا مشكله واحده. ايوه ايه هي؟ شهاده الشهاده اللي اسمها شهناز حلمي. مش قلت لك خالفت في الملاعب؟ اهي دي بقى المهمه يا بطل اللي انا جايبك علشانها. احنا عايزين المحكمه تستبعد الشهاده من القضيه. يا ريت يا فندم. بس ازاي؟ النيابه مقدمها على انها خضرة شريفه، لكن انا اعرف انها كانت متجوزه المعلم شحت الدكش وهبشت منه قرشين وخلعت. شحت الدكش بتاع المخدرات؟ تخيل. ودلوقتي بقى الست شهناز دي جايه عايزه تضايق سعاده الباشا، يرضيك كده؟ شفت قله الادب؟ خلاص يا فندم، لو قدرنا نثبت الكلام ده تبقى القضيه خلصت. هنثبته ازاي؟ واللي اعرفه ان شحت الدكش عليه قضيه كبيره وهربان منها كمان. انا بقى وصلت للمعلم الدكش واتفقت معاه، والراجل ابدا استعداده انه يساعدنا بشرط. شرط ايه؟ ان قضيته تبقى في المكتب بتاعنا هنا، وحافظ بيه هو اللي هيدفع الاتعاب. اتفاق مش وحش والله. المشكله بقى ان شحت الدكش وصبيانه متستخبيين في مكان وما بيتحركوش منه، وعايزين اي حد يروح عندهم عشان يجيب ورقه الجواز العرفي، وانا اخترتك انت للمهمه دي. وانا تحت امر سعادتك. الورقه دي فيها عنوان الدكش وفيها رسمه توضيحي عشان تقدر توصل للمكان بسهوله. انا عايزك تقوم تروح دلوقتي على طول، بس خد بالك المنطقه دي فيها لبش. يا استاذنا انا تربيه رود الفرج، يعني الحاجات دي ما تفرقش معانا. خلاص اتوكل على الله، بس اول ما تمسك الورقه في ايدك هناك تتصل بي على طول. ليه بس كده يا حاج؟ ده الاستاذ مفهمني انكم اتفقتوا خلاص. رجعت نفسي يا استاذ، عندك مانع؟ لا ابدا لا سمح الله، انا بس عايز اعرف انت ليه غيرت رايك يعني؟ بصراحه كده مش ضامنكم. ليه؟ ده احنا ناس كلمتنا زي السيف. سيف مين بس يا استاذ؟ المحامي ملوش كلمه دلوقتي، انا معاشرهم وعارفهم اكتر منك. طب ممكن اعرف انت قلقان من ايه؟ قلقان طبعا، تاخدوا مني الورقه وبعد كده امك في العش ولا طهر. واحنا نعمل ليه كده بس؟ ايه لازمتها تشوف وشي تاني؟ ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. لا مؤاخذه بقى يا حاج، يعني كلامك مش مظبوط، لان الاستاذ مهدي من مصلحته ان يمشي اتفاقه معاك، لان قضيتك دي هتبقى قضيه جديده تدخل المكتب، وانت عارف ان هو ما بياخدش قليل. ما انا عشان عارف ان هو ما بياخدش قليل وبياخد كتير، خايف الحافظ بتاعك ده يلحس كلامه. يا عم الحاج حافظ الشديد ده معاه فلوس ياما، والمصيبه اللي هيخرج منها بسبب الورقه اللي معاك دي ما تسويش حاجه قدام الفلوس، ده ما هيصدق. هو بني ادم طماع يا استاذ. حتى لو طمع الاستاذ مهدي مش هيسيبه، لان شغل المخدرات مش كتير عندنا في المكتب، وقضيه زي بتاعتك دي لما نجيب لك فيها براءه ان شاء الله هيجي لنا شغل كتير. صدقني مفيش داعي للقلق، هات الورقه بقى وخلينا نبدا شغل. نبدا شغل؟ بتسجدني حضرتك ولا بتشتغلني؟ كل ده عشان تاخد الورقه؟ ياه على اللف والدوران. امسك العقد اهو، بس اوعى اوعى تعمل معايا اي حركه غدر، سواء منك من الاستاذ بتاعك
من الزبون بتاعكو مش هرحمكو. مش ايه؟ مش هترحمنا يا حاج. على قف ودنك قالها المعلم، مش هرحمكو. انت فاهمني؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. ان شاء الله ما يجيبش حاجة وحشة، بس اوعى الشيطان بقى يوزكم ويقول لكم الراجل ده مستخبي ولا هربان ومش هيعرف يطولنا. لا هطولكم وهجيبكم من قفاكم واحد واحد وهعلقكم. حقي ما سيبوش على جثتي، حقي اعرف اجيبه من حباب عنونكم. سيادتك عدى عليك الورقة دلوقتي، نخليها بكرة الصبح. طيب ماشي، مع السلامة. مع السلامة. استنى عندك يا عمر يا غالي، هات العدة اللي معاك دي وغور من هنا. مش هينفع والله، اصل عندي مكالمات مهمة لازم اعملها في السكة يعني. بعد اذنك. هزر يا حمك. طب ايه رايك ان انا هاخد تليفونك واعلعك هدومك؟ الشنطة دي فيها ايه يا فلوس؟ لا والله، دي فيها هدية صغيرة كنت جايبها لست والدتك بس ما لقيتهاش في البيت. ايه رايك تاخدها انت تديها لها؟ ده انت قليل ادب بقى وعايز تتربى. شاهد على روحك يا حالتها. مفيش، اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم، انت لسه هتسبن. امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لا يقطعوك. هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن معرفش عملته ازاي، بس فجأة قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحة. ده كان بيسبلني. شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان.
انت اصلك ما شفتش هي عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى الموناليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضه معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا انت من هنا. قوم قوم بلاش قلب الدماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وردك تلميذ عدل. تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك. لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك وانا شاب صغير. افهمك انا بقى. انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب لازم امشي. سلام. طب استنى استنى ما تشوف اللوحه هتوصل لحد فين. هاجي لك بكره. يا ابني استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري وهاكله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش كل واحد دماغه مريحه. ايوه اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش من ناحيه ده ناوي اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا منيره؟ اخرس يا قليل الادب. قصدك ايه انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد؟ ينوروا. هو ايه اللي ينوروا وانا بستاذن منك؟ انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي صباح الخير. وانت من اهله. نادر اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي الساعة بقت 7:30 هتتأخر على المحكمة. طيب يا صباح الفل. انت هنا ليه؟ مش عندك محكمة النهاردة؟ القاضي أجل القضية شهر. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور، على خير القاضي. تعال ورايا عايزك. حاضر. خير يا أستاذ. فاكر قضية مصنع سيراميك؟
ايوه يا فندم. انت عارف ان لها جلسه بعد اسبوع؟ ايوه عارف. طيب فاكر حسنين عمران؟ مش ده اللي كان مدير الشركه من 5 سنين؟ بالظبط. اقعد. حسنين عمران كلمني امبارح بالليل، والظاهر ان له طار قديم مع المدير اللي موجود دلوقتي، وعايزين بقى نقوم بالواجب. طبيعي يا فندم، اصل المدير الجديد لما جه دور ورا حسنين وطلع عليه مخالفات كتير وعمل هليله كبيره بالموضوع ده. ياه، انت عرفت الكلام ده منين؟ من ملف القضيه. ملف القضيه مكتوب فيه الكلام ده؟ لا مش مكتوب فيه كده طبعا، بس في كام حاجه كده لما دعبست وراهم عرفت الكلام ده. واضح ان انت فاهم كويس جدا. حسنين بقى عايز يرد القلم للزبون، ومعاه ورق يوديه في 60 داهيه، بس ليه شرط، ما يظهرش في الصوره خالص. وماله يا فندم، نبان احنا وهي مصلحه واحده في الاخر. طيب انا كلمت حسنين واتفقت معاه انك تروح له وتاخد منه الورق وتبص فيه، في اي ملحوظه، في اي حاجه مش واضحه تساله. مفهوم. ده بقى عنوان الشركه بتاعته، بس اوعى تروح للشركه عشان محدش يحس. حاضر. في كافيه اول الشارع، اول ما توصل عنده تكلمه في التليفون، هو هينزل لك على طول. حاضر. واضح كده؟ واضح. تمام؟ واضح. توكل على الله. مع السلامة. توفيق. شكرا. هو انت ما عندكيش غير خالتي قالت وعمتي سوت؟ ايه؟ هو انتوا عيلتكوا دي ما بتخلصش؟ يا بنتي احنا اقل بيت بيخلف 7-8 عيال، مش زيكم خايفين تخلفوا عشان مش لاقيين تاكلوا. خش يا بنت الفلوس اللي في شواله مش عارفين تعدوها من كترها. حنين اللي واقف هناك ده شبه ابن خالتي. اشرف صح هو. والله يا بنتي الواد ده باين عليه بيحبك، شوفي بيبص لك ازاي. ريحي نفسك، ما ينفعش، احنا اخوات في الرضاعه. وبعدين لو عاجبك قوي انا ممكن اكلمه لك واخليه يرضى بيكي. امشي، ده يغور عشان من ريحته. طب يلا اسبقوني انت اشوف عايز ايه واجيلك. ماشي، بس ما تاخدهاش حجه عشان تفضلي واقفه هنا طول النهار ورانا شغل. يلا. صباح الخير. صباح الفل. ايه تتجوز؟ متجوز ليه؟ انا جاي استلف. طب تعالى نقف بعيد شويه، مش طالبه المدير يشوفني هو حاططني في دماغه اصلا. ايوه حسنين بيه، انا وصلت الكافيه خلاص اهو. ساعة؟ ليه بس؟ احنا مش متفقين على الميعاد مع بعض. هروح فين يعني؟ هستناك طبعا. يا ريت لو سمحت. متشكر قوي، مع السلامة. تاني يا اشرف، انا مش فاهمة انت بتودي الفلوس دي كلها فين؟ ما انت عارفه يا نونا المرتب ده تعبان على الاخر. لا المرتب كويس، لكن الحباب اللي انت بتشربه ده هو اللي منفضك اول باول. وحياتك عندي ابدا، بس انت فاهمه انا مستلف من طوب الارض، اول لما باخد القبض بقى كل واحد ليه حاجه بيجي ياخدها. ها قلت ايه؟ ماشي، هما 300 جنيه مفيش غيرهم، واعمل حسابك دي اخر مره هتطلب مني فلوس يا اشرف. ملهمش بقى اي لازمه الكلمتين دول، انت عارفه كويس ان هي مش هتبقى اخر مره، بس عموما ربنا يخليك ليا ست البنات، يلا سلام. استنى هنا. ايه الندالة بتاعتك دي؟ مفيش ازيك، عاملة ايه؟ ولا انت ضربت على الفلوس كده وخلاص شكرا؟ والله ابدا، انا بس مش عاوز اخرك على الشغل عشان ما يحصلكيش مشكلة. عموما انا هشحن دلوقتي واكلمك، يلا باي. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ متشكر. ايه ده؟ ايه الصدفة دي؟ دي احلى صدفه في الدنيا. بس عارفه ان انا مش متفاجئ. ليه؟ هو انت كنت عارف ان انا بشتغل هنا؟ لا بس كنت عارف انت ساكنه فين بصراحه، فقلت اكيد يعني ان احنا هنتقابل تاني. يا حنين اسمك حلو قوي. لو عامل حسابك اني ممكن انقذك من اي مصيبه تقع فيها تبقى غلطان، ده مكان شغلي وانا مش عايزه فيه مشاكل. لا والله انا مش بتاع مشاكل خالص. طيب على فكره احنا بنعمل هنا تشيز كيك حلو قوي، تحب اجيب لك؟ لو عاجبك اكيد هيبقى حلو. ماشي هجيبها واجي على طول. حنين. نعم. نادر. نعم. اسمي نادر، ما هو انت اكيد بتقولي في سرك مين قليل الذوق ده اللي عارف اسمي وما قالش على اسمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عن اذنك. اتفضلي. لو سمحت. بصي بقى يا منيره يا اختي، جيهان هي اللي جابتني بدري النهارده،
قال ايه؟ عايزه تعمل الغدا بنفسها علشان ما تتعبكيش. حد يصدق ان جيهان بنت امبارح تقوم بغدا اربع تنفر لوحدها؟ بنت امبارح ده ايه؟ ما هي كبرت وحلوت اهي وبقت عروسه زي القمر ما شاء الله. هو نادر راح الشغل ولا ايه؟ يا حبيبتي، بس هيجي على الغدا ان شاء الله. ده يا حبيبي فرح قوي لما عرف ان انتوا جايين لنا النهارده. لو ما عجبتكش مش هخليك تحاسب، عشان ما تقولش ان انا بدبسك او حاجه. كده تعجبني طالما عجبك. على اذنك. اتفضلي. اؤمر يا فندم. ايه يا نسا حنين؟ انا فضلي النهارده خالص يعني. لا يا فندم ما اقدرش، ده حضرتك زبوننا. حضرتك عارف هتختار ايه ولا اجيب لك المنيو تختار؟ انا خلاص اخترت من زمان قوي، بس اللي اخترته تعبني قوي. اتفضل حضرتك مليني الاوردر. ملك يا حنين، ما كنتش مبسوط؟ البيه بتاع كل يوم ده. مالي؟ طلب ايدك؟ مش ناقصاك يا نجوى، كفايه عليا لسه الظرف بتاعه. ما يمكن غرضه شريف. شريف ايه؟ انا فاهمه الحركات دي كويس. خد يا بنتي بلغي الاوردر بتاعه خلينا نخلص منه. ايه يا بنات الوقفه دي؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نهزر؟ ابدا يا مستر، احنا بنبلغ الاوردر. طب يلا عوام، مش عايز دلع. انا هروح اشوف شغلي يا مستر. استني يا حنين، انا عايزك. نعم. فكرتي؟ وحضرتك ليه مش قادر تفهم ان دي مش سكتي؟ شوف لك واحده تانية وسيبني في حالي. بس انا مش عايز اي واحده، انا عايزك انت. الاسطوانه دي انا حافظاها كويس يا مستر. حضرتك متجوز وعندك عيال، يا ريت تركز في بيتك وعيالك احسن. طب ايه بقى اللي جاب سيره العيال والبيت في اللي احنا بنتكلم فيه؟ دول هيبقوا مهم ما تحلمش بيه. نعم. اذا كان على الحرمانيه نكتب عقد عرفي. قلتي ايه؟ هات لي قهوه يا سوري سوري يا استاذ نادر، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا يا فندم. تشرب ايه؟ لا لا ما عنديش اي وقت. من فضلك ادي الورقه اهو، بص عليه كده ولو في اي حاجه انا معاك. بالهنا والشفا يا فندم. استني بس، مستعجله كده ليه؟ ايه ده، اوعى ايدك. وجعتك يا فندم؟ الاوردر قدامك، في طلبات تانيه؟ عايزك تاخدي بالك مني شويه، زي الترابيزه اللي هناك دي، ولا لازم الواحد يبقى ملون عشان تاخدي بالك مني؟ يا استاذ عيب، ما يصحش كده. عيب عليا انا برضه؟ لا عيب عليك انت. سيبي زبون بيجي يوماتي وتبصي لزبون اول مره تشوفيه، صدقيني ما يغركيش الالوان دي. انا مش ابيض واسود، بس لو جربتيني مش هتسليني ابدا. لا ده انت قليل ادب بقى. مات. انت بتقول ايه؟ ما تفوقي لنفسك، نسيتي نفسك ولا ايه؟ فين المدير الزفت دوت؟ ايه يا احمد؟ يا استاذ نادر من فضلك ما تشغلش بالك، كل يوم في الكافيه ده بيحصل كده اكتر. من فضلك بص على الورق. ايوه يا باشا امرني. انا عايز افهم دلوقتي، انا باجي هنا بدفع فلوس ولا بتاكلوني صدقه؟ صدقه ازاي يا باشا؟ ده خيرك على المحل كله. الهانم طلبت منها اوردر جايبه لي اكل غير اللي انا طلبته، ومش عاجبها اني فتحت بوقي وبزعق. والله العظيم يا فندم ده الاوردر اللي هو طلبه. انت تسكتي خالص، ما اسمعش احسك. انت ايه، هتعدلي على كلام الباشا ولا ايه؟ اتفضلي من هنا يلا، اتفضلي. احنا اسفين جدا يا سعاده الباشا، اسمح لي اخد انا الاوردر تاني. بعدين بعد ما الهانم بتاعتكم ما سدت نفسي؟ ما عاشت ولا كانت يا باشا. انا هقرص لك ودانها، والاوردر اللي نزلته غلط ده هيتخصم من مرتبها، واحنا لينا بركه غير رضا سعادتك يا باشا. امرني. كلام الورق يا استاذ نادر؟ تمام يا ريس، انا فهمت كل حاجه. طب انا همشي الوقت، ولو في اي حاجه خلي الاستاذ يكلمني. يلا السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. ولا ادفع ثمنه ليه يا مستر؟ والله العظيم انا نزلت كل اللي طلب. مش عايز مناقشه يا حنين، ده احسن زبون بيدفع تبس في الكافيه كله، ودي اول مره يعمل مشكله، يعني اكيد الغلط من عندك انت. والله العظيم هو اللي غلطان. خلاص الموضوع خلص، عشان تبقي تعرفي تعاملي ازاي الناس. وياكي اياكي تخرجي بره قبل ما الزبون يمشي، احنا ما صدقنا هديناه. انت اللي غلطانه يا حنين، يعني عارفه ان الراجل عينه منك، ما تقولي له كلمتين كده تثبتيه. ده راجل قليل الادب يا سحر،
ساعه ما شافني بتكلم مع ترابيزه خمسه وهو بيتلكك لي. وهو مين ده اللي على ترابيزه خمسه؟ اوعي تقولي لي قريبك، والله شفطلك وشك. لا مش قريبي بس معرفه، يعني معرفه سود، وما جابتلكيش غير المشاكل. بقولك ايه، ما تعرفيني عليه كده ما دام نجمكم مش راكب على بعض، وهو يعني ما يبقاش خرج بره. اصل الواد بصراحه امر. خلاص بقى خلاص بقى بطلي عياط. معلش. الشيك يا فندم. حضرتك اللي جايبه بنفسك؟ غريبة يعني. وإيه الغريبة في كده؟ يعني أنت مدير المكان، أمال فين بقية الناس؟ مشغولين. حضرتك هتحاسب ولا في أسئلة تانية؟ نورت. ما خلاص بقى يا حنين، هتفضلي زعلانه كده؟ خلاص اللي حصل حصل بقى، انت علقه تفوت ولا حد يموت، الخيبه دي. الحمد لله. انسه حنين دي واحده بس. واحده طيب روح وانا احصلها. مستناكي ولا نركب احنا؟ لا لو المترو جه كاب هناخد اللي بعده. اوكي ماشي. سلام. ترابيزه خمسه. انا هاخد الدقيقه. انا اسف لو كنت فاجئتك، بس انا حسيت ان يعني حصل لك مشكله النهارده، فكنت حابب اطمن عليكي. يظهر ان كل ما بتشوفيني بيحصل لك مشكله اكبر. لا خالص ما تكبرش الموضوع، انا اللي عايشه في القرف ده من زمان. حقك عليا، انا اسف. اسف على ايه؟ يعني على اني مش عارف اعمل لك اي حاجه في المشاكل دي. لا خالص، انت مش عارف انا ارتحت ازاي لما اتكلمت معاك. طب كويس، هيبقى طلع لي اي فايده بدل ما كله مشاكل وقلق كده. ممكن اخد رقم تليفونك؟ يعني عشان لو جه حد يضربني تاني اكلمك تيجي تنقذيني على طول. تصدق بالله انت دمك خفيف. والله انت ما عندك دم. معلش يا ماما اتشغلت ونسيت الموضوع ده خالص. طب والمحروق اللي اسمه الموبايل اللي معاك؟ سكوتي مش قطع شحن وما لقيتش شاحن. ما انا عارفاك، هو انا هخلص معاك. معلش انا هتصل لك بخالته وهصالحها. خالته بس؟ طب والبت الغلبانه اللي وقفت بنفسها تعمل لك الاكل بايديها؟ وجيهان كمان هكلمها وصالحها يا كمان. في حاجه تاني؟ والله العظيم انا لو منها ما ابص في وشك تاني. انا مش عارفه البت دي مستحمله عمايلك دي على ايه. ربنا يديم المعروف يا ابو نادر. لعلمك بقى ما حدش هيستحمل عشتك المنيله دي غير البت الغلبانه دي. وعايزه انصحك نصيحه، لما تيجي تتجوز تاخد اللي بتحبك مش اللي انت بتحبها. ربنا يتوب علينا بقى من العيشه المنيله دي. يا واد افهم بقى، اهم حاجه في الست انها تستحمل جوزها، ومحدش هيستحملك غير اللي بتحبك. يا ماما يا حبيبتي ريحي نفسك من الموضوع اللي بتفكري فيه انت وخالته ده، لانه مش هيحصل. ليه بقى ان شاء الله؟ لان جهان دي زي اختي الصغيره، مش هقدر اشوفها غير كده. بلاش كلام اهبل، انت ما عندكش اخوات، وبعدين انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ضفيرة. دي حقيقه، جهان دي احسن واحده في الدنيا وتستاهل واحد احسن مني. تصبح على خير يا حبيبتي. عامل ايه في الواد ده يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده انا يا دوب يا بنتي بقول له هو احنا مش هنتجوز ولا ايه؟ لك وش وقلب زي اللي حكموا عليه بالاعدام. وحياتك يا اختي كلهم منظر واحد، الطينه من العجينه بقت حاجه تقرف. ومن لين؟ مساء الخير. ايه ده؟ هو انت؟ افتكرناك حد بيعاكس. لا والله انا بس كنت عايز اسال على حنين، اصل بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش مروحه معاكم، وبكلمها ما تردش على التليفون بتاعها. ايه ده؟ انت ما تعرفش انها عيانه ولا ايه؟ عيانه؟ مالها؟ ما اعرفش هي عيانه عندها ايه، بس هي كلمت المدير وطلبت اجازه، قالت انها عيانه قوي.
رد عليا من غير لف ودوران، هتتجوز تاني؟ مش هرد على الكلام الهبل اللي انت بتريده. وحياتي هترد؟ هتتجوز؟ اتجوز ايه يا عبيطه انت؟ ده انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك، اروح اتجوز. ما حدش ما يقدرش يعيش من غيرها. انا بقى ما اقدرش اعيش من غيرها. وبعدين لا قدر الله يعني لو جرالك اي حاجه بعد 50 سنة هموت نفسي وراجع على طول. ما تشاع عليك ايه اللي بتقوله ده؟ عايز تموت كافر؟ طيب لو كده بقى يبقى مفيش قدامي غير حل واحد بس. ايه؟ تتجوز. عايش ميت لغايه ربنا ما يجمعني بيكي في الاخر. تحبيني بجد؟ بحبك. بحبك لدرجه اني انا فاكر الدنيا كان شكلها ايه قبل ما اشوفك، ولا قادر اتخيل ممكن تبقى عامله ازاي لو انت مش فيه. حبيبي ربنا يخليك ليا. ربنا يحميني منك. بحبك. وانا كمان بحبك. هانت يا حنين، هانت قوي يا حبيبتي. الو الو، مين معايا؟ انا شادي اللي قابلتك في المترو واخدت منك الموبايل بتاعك عشان اكلم والدتي. من غير زعل يعني سامحيني، انا سمحت لنفسي اخد رقمك من على تليفون امي عشان حسيت ان انا ما شكرتكيش كويس في المترو. يعني الحكايه ما تستاهلش، المهم ان والدتك تكون بخير. ده انت جميلك على راسنا من فوق. ده انا وامي ما لناش سيره غيرك والله. أنسة ضحى، أنا عارف إنك أكيد فاكراني بعكس، بس الكلام ده مش حقيقي. أنا عارف إن أنتي بنت ناس ومتربية، وأنا ماليش في كده خالص والله. أنا مهندس بترول ومن عيلة كويسة ومحترمة. طيب يعني أدام أنت زي ما بتقول كده، ولازمتها إيه بقى الحركات اللي أنت بتعملها؟ أنسة ضحى، أنا من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أنساكي، صورتك قدامي على طول، واكون سعيد الحظ يعني لو وافقتي تتجوزيني. انت بتقول ايه؟ انسه ضحى، انا عارف ان الكلام اللي بقوله لك دوت ممكن يبان انه جنان وكلام مفاجئ بالنسبه لي، بس والله انا بتكلم بجد. انا شغلي بيخليني اقعد شهر بره مصر وشهر في مصر، والمره دي كنت نازل اجازه عشان ادور على عروسه، ولما قابلتك كنت رايح انا وامي نشوف عروسه جايبها لنا ناس قرايبنا يعني. بس صدقيني طول ما انا قاعد معاها وصورتك قدام عينيا مش قادر انساها خالص، ولما روحت حلمت بيكي وحلمت بابويا بيديني الشبكه عشان اقدمها لك. معرفش، انا بفهمش في الحاجات دي. انا عارف كويس ده معناه ايه. ده معناه ان انت نص التاني، وانا مستحيل افرط فيكي. انا عارف ان الكلام ده ممكن يخليكي مقطوفه حبتين، فعشان كده لو تسمحي لي يعني تديني فرصة بس طول الفترة اللي أنا قاعد فيها في مصر أكلمك في التليفون عشان تعرفيني أكتر، ولو قدرت أقنعك بشخصيتي تحددي لي ميعاد مع عيلتك وأجي أقابلهم أنا ووالدتي. عشان كده أنا هسيبك دلوقتي تستوعبي الموقف وهكلمك بالليل إن شاء الله. لا بالليل لا، أخويا بالليل بيبقى موجود، وبعدين لو حس بحاجة هيطين عيشتي. بص كلمني بكرة في نفس الميعاد. خلاص اتفقنا، بكره ان شاء الله زي دلوقتي كده هكلمك. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك.
الو، اللواء عادل هلال. ايوه انا، انت مين؟ مش مهم انا مين، مهم انا طالب سيادتك ليه. الست اللي انتوا بتحققوا في قتلها دي وراها سر، دور عليه، لان السفاح مش هو اللي قتلها. عن اذنك. الو الو يا باشا، في حاجه ولا ايه؟ خد النمره دي يا ايمن، عايزك تعرف لي هي باسم مين، وتحدد لي المكان اللي كلمتني منه دلوقتي في اسرع وقت ممكن يا ايمن. حالا يا باشا، حالا بسرعه. يعني ايه مش باسم حد؟ والله يا سعادتك سيدي العارفين، الخطوط دي بقت بتتباع في الاكشاك، اي حد ممكن يشتري خطه من غير بطاقه كمان. طب ما ده تهريج ده، واحنا هنا اللي بندفع التمن. لا يا باشا، الوزاره بتحاول مع شركات المحمول، بس للاسف الموضوع برضو ماشي سبهلله. يا اخي، واللي كلمني ده كان بيتكلم من انه مصيبه حتى على كورنيش النيل من مصر القديمه الحلوان. عموما يا باشا، هو صحيح قفل الخط دلوقتي، لكن اول ما يفتحه اقدر احدد مكانه وابلغ سعادتك. مش هيفتحه. يمكن يفتحه يا اخي. اسمع وانت ساكت، مش هيفتحه. اللي كان بيكلمني ده واضح انه حريص جدا، وفاهم كويس هو بيعمل ايه، والنمره دي زمانها اترمت في اي مصيبه. ده مش بتقول كان بيتكلم من على الكورنيش؟ مظبوط صاحبك. خلص مكالمته معايا ورماها في النيل. الو الو، انا صدوحة. صباح الخير، انا اسف لو بكلمك في وقت مش مناسب. لا ابدا ابدا، انا صحي من بدري، اصل انا لازم افطر اخويا حمدي قبل ما يروح الشغل. انت عارفه، بص يا ستي، انا طول عمري كان نفسي يبقى عندي اخت بنت، اصل احنا اربع صبيان وانا اصغر واحد فيهم، اخر العنقود بقى زي ما بيقولوا، عشان كده تلاقي البيت كله مدلعني حبتين. ما انا كمان الصغيرة، وحمدي اخويا زمان كان مدلعني على الاخر، بس بقى من يوم ما كبرت هو بقى يوم كده ويوم كده. ازاي الكلام ده؟ اللي زيك لازم تتعامل معاملة الاميرات، واحدة في رقتك وفي طيبة قلبك لازم تتشال على الراس. يعني مش قوي كده، انت بس اللي ذوق. على فكرة أنا عمري ما كلمت شابي في التليفون ولا ليا في الحاجات دي أبدا، بس حاسة كده إنك طيب وابن حلال وجد وملكش في قلة الأدب، لولا كده ما كنتش أكلمك. إحساسك في محل. أنا برضو طول عمري ماليش يعني في موضوع البنات ده. بس أنا بصراحة راجل جد حبتين، لما فكرت أتجوز بقى ابتديت ادور على واحدة شبهي يعني، لغاية بقى ما قابلتك يعني، وحسيت ان انت نصيب اللي ربنا شايله. انت بتكسفني بالكلام ده. بص بقى، انت لازم تحكي لي عن نفسك كل حاجة، وانا كمان هقول لك عن نفسي كل حاجة. خلاص اتفقنا. بص يا ستي. الو، اللي هو عادل هلال. ايوه انا عادي، مين معايا؟ قلت لك انت ماشي غلط في القضيه دي يا عادي. ليه مصر تركب دماغك؟ اديك هتودي واحد بريء في ده. انت مين يا لي؟ عايز ايه بالظبط؟ من غير عصبيه، انا عاوز ايه؟ عاوز انورك وارجعك عن الغلط اللي بتعمله. انا مين بقى؟ أنا السفاح الحقيقي، ولو عاوز دليل على كلامي ده استنى الضحية الجديدة قريب. سلام.
يكون حد بيستظرف يا باشا. لا ده يا عصام اللي كلمني ده عارف كويس هو بيعمل ايه. طب مش يمكن يا باشا حسين ده ليه شريك هو اللي اتصل يعني عشان يبعد الشبهه عن حسين؟ جايز يا ايمن جايز. انا مستغرب هو جاب النمره بتاعت حضرتك الخاصه منين؟ انت عارف يا زياد يا اخي ان انا نمرتي مع اي حد. بعدين الحكايه دي ما بقتش صعبه، كل الناس ليها معارف في شركات المحمول يقدروا يجيبوا لهم نمره اي حد في اي وقت. كنا عايشين كويس قبل ما يخترعوا لنا الزفت ده راخر. الو صباح الخير يا ضحى. ضحى انا معاك سفر النهارده وطيارتي بعد 6 ساعات ولازم اشوفك ضروري. المره دي هغيب شويه. لا ما ينفعش لازم اشوفك. خلاص نص ساعة مش أكتر. حاضر هقولك فين بالظبط. أيوة يا فندم بس والله يا حسام بيه أنا من متأخر. حرك بس قولي أنا أعمل إيه بعد اللي حصل لبنت هاشم. حاضر حاضر بس حضرتك ظبط لي الناس الجداد وأنا هتصرف. لا يا رئاسة لا أنا تحت أمرك تحت أمر حضرتك. مع ألف سلام مع ألف سلام. طلع عليك الدور. ألو أيوة شادي أنا وصلت. أنت فين؟ إزاي يعني أوصل قبلك؟ طيب طيب بص أنا أول ما تدخل كده هتلاقيني في آخر ترابيزة على الشمال. طيب مستنيك بس ما تتأخرش. مش سلام. صباح الخير يا فندم. موري بحاجة؟ صباح الخير بس 5 كده يعني في حد أنا مستنياه على وصول. مستنياه حد؟ أنت براحتك براحتك. نادر ازيك يا هبي؟ ازيك يا ولد عامل ايه؟ الحمد لله. لوحدك ولا معاك حد؟ لا لوحدي. طب اقعد تشرب ايه؟ ربنا يخليك يا ناصر. قول يا هبي شوفوا يشرب ايه. تشرب ايه يا فندم؟ شوية شاي. حاضر يعني ليه؟ أنا قلت يا سيدي أجي أشرب معاك القهوة هنا عشان نتكلم بعيد عن دوشة مكتبي. سعادتك تنور في أي وقت يا فندم. الشغل اللي عملته في قضية السفاح هايل يا عادل. ما تتصورش الموضوع ده كان قالب الدنيا إزاي. يا باشا أنا ما عملتش غير شغلي. معالي الوزير كان معايا على التليفون من شوية وكلفني يا سيدي أبارك لك أنت والرجالة اللي معاك. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وما تقلقش أنا هنتهز الفرصة دي وأكلمه في حكاية طلوعك على المعاش. بس مش هينفع في التليفون، هخليها وش في وش أحسن. مفيش لزوم للتعب سعادتك. أولا أنا شغلي واضح مش محتاج حد يتكلم عنه، وبعدين كمان أنا مش عايز اتسبب لسعادتك في اي حرج. حرج ايه يا راجل؟ ده انا من مصلحتي انك انت تفضل معانا على طول. هو سهل ان الواحد يلاقي حد زيك يا عادل. الله يعزك يا فندم. الحقيقه انا بالنسبه لي يعني الحكايه سيان محصله بعضها. لو طلعت معاش ابقى ختمت حياتي بقضيه كبيره، ولو استمرت في الشغل خير وبركة. إن شاء الله هتقعد معانا 10 سنين كمان. قولي أنتوا قفلتوا ورق القضية كويس؟ عادل القضية دي كبيرة ومش عايزين فيها أي ثغرات. الحقيقة احنا بنحاول نقفل المحضر على أحسن وجه، بس الواد ده كان هيوفر علينا كتير قوي لو كان اعترف. هو لسه ما اعترفش؟ لا لسه سعادتك.
والظاهر كده انه له شريك بره بيحاول يبرقه من بقيه القضايا. على العموم احنا نعمل شغلنا كويس ونسيب النيابه والمحكمه يعملوا هما كمان شغلهم. تمام سعادتك. ايه؟ هترد على التليفون؟ لا دي مكالمه مش مهمه. يعني سيادتك سبت السجون؟ خساره والله. خساره ايه يا راجل؟ هو هنا مكتوب عليا الشقه؟ كفايه عليهم لحد كده. انا قصدي يعني خساره للمساجين. اصل سيادتك بصراحه بني ادم ما فيش منه. انا متشكر يا نادر، بس يعني انا اول مره اشوفك هنا يعني. اصل انا معدي بالصدفه فقلت اشرب فنجان قهوه. هو سيادتك متعود تيجي هنا على طول؟ يا سيدي من ساعه ما بطلت السجاير وابتديت اشيش باجي هنا 3 مرات في اليوم. اصل انا بيتي قريب من هنا. لا خلاص بقى، كل ما احب اشوف سعادتك ابعدي على هنا. يا ريت يا اخوي، بدل ما انا قاعد لوحدي تسليني. ايه اخبارك؟ ايه طمني عليك. الحمد لله، باخد مقاولات تشطيب فلل وهي ماشي. طب عادي، انت ابن حلال وتستاهل كل خير يا نادر، وان شاء الله ربنا هيعوضك عن الايام السوداء اللي شفتها. عارف يا باشا، من ساعه ما كنت في السجن وانا مش عارف انت ليه بتعاملني كده. يعني ليه بعاملك كده؟ يعني سيادتك ظابط وانا مسجون. بص يا نادر، الظابط بيعدي عليه بني ادمين كتير جدا، بخبرته بيقدر يفرق ما بين المجرم والبريء. وانا من ساعه ما قريت الملف بتاعك حسيت ان انت دخلت السجن ده سوء حظ. سوء حظ؟ ايوه، اللي عملته ده ما يعيبكش. انا لو حد اتعدى على مراتي هعمل اللي انت عملته ده واكتر كمان. ايه يا نادر، انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا، دي صاحبه الفيلا اللي شغالين فيها دلوقتي. معلش بقى يا فندم، انا اضطر استاذن. طب يلا يلا قوم شوف حالك، بس اشوفك تاني ان شاء الله. مع السلامه. سلام. متشكر. مع السلامه. الو. ايوه يا شادي، ايه اللي اخرك كده وكمان ما بتردش على التليفون؟ انا خلاص كنت هقوم امشي. معلش يا ضحى، انا اسف والله، اصل عملت حادثه صغيره كده بعربيتي، كنت بتكلم مع صاحب العربيه التانية وسايب موبايلي في العربيه. يا خبر ابيض، حادثه ايه؟ طب طمني عليك، انت كويس؟ طمني يا حبيبتي، انا كويس، بس معلش مش هينفع ادخل بقى، لازم اودي العربيه دلوقتي التوكيل عشان يطمنوا عليها بعد الحادثه. بقول لك ايه، انا راكن عربيتي بعد الكافيه بيجي 50 متر كده، ايه رايك تيجي معايا التوكيل وهو بالمره نقعد بعيد عن زحمه الكافيه؟ طيب ماشي. طيب انا جايه، بس المهم انك ما تاخرنيش، انا انت عارف لازم اكون في البيت قبل ما حمدي يرجع. ماشي، دقيقه واحده وابقى عندك. اتفضلي. ايه ده؟ انا اصلي اخدت بالي انك متعوده تاكلي الناس. هو انت ايه، مفيش حاجه ما تاخدش بالك منها ابدا؟ انا باخد بالي من الحاجات اللي تخصك وبس. البان حلو قوي على فكره. بجيبه معايا من مطار دبي، اصل وداني بتوجعني لما بركب الطياره. جبتلك شوية فسيخ ورنجة وبصل من اللي قلبك يحبهم يا ضحى. ضحى مساء الخير يا عادل بيه. قلت لك انت ماشي غلط، ما سمعتش كلامي. عموما دليل براءة حسين موجود على ازاز عربيتك، يا ريت تنزل تاخده قبل ما يروح كده ولا كده.
أكلمك تاني بعدين. سلام. أيمن قوم معايا بسرعة. خير يا باشا؟ في ايه؟ هفهمك واحنا نازلين على السلم. بسرعة تعال. عن إذنك يا باشا. يا باشا مش يمكن الموضوع ده فيلم عشان حسين يخرج الموضوع؟ جريح صار يعني واحد هيروح يقتل واحدة مخصوص علشان يطلع حسين براءة؟ يا فندم. فندم ايه يا اخي؟ كده كده حسين معترف بقتل مراته، يعني مساعدة اي حد له مش هتفرق معاه كتير. وبعدين ايه الصعب اننا نعترف ان احنا غلطنا؟ احنا غلطنا. بدل بقى ما نتمادى في الغلط ونروح في سكة ما نعرفش نهايتها ايه، لا نقف ونحاول نصلح الغلط ده. حسين قتل مراته؟ لكن حسين هو السفاح؟ لا، السفاح حر وطول الوقت عايز يقول لنا انه حر. ايه يا باشا، بس دي حاجه غريبه قوي. يعني انا لو مكانه كنت ما اصدق ان حد غيري شال القضيه. الكلام ده يا ايمن لو هو عايز يداري على جرايمه، انما اللي بيعمله السفاح ده من اول يوم بيقول انه عايز الناس تعرف وتهتم. طب ايه اللي يخليه يعمل كده سعادتك؟ او اجابة السؤال ده عنده هو شخصيا يا زياد. يعني سعادتك شايف اللي بيكلمك في التليفون ده هو السفاح فعلا؟ طبعا. خلي بالك ان هو ما اتكلمش في التليفون غير بعد ما احنا اعلننا ان احنا قبضنا على السفاح، علشان كده جيري علشان يحاول يثبت براءة حسين. والموضوع كده بقى بيتعقد اكتر سعادتك. فعلا، بس عشان نبسط الموضوع بقى نسيبنا خالص من موضوع حسين ده، سيبونا من موضوع حسين وخلونا نرجع تاني للمربع اللي كنا واقفين فيه قبل ما تتقتل هايدي مرات حسين. تمام سعادتك يا باشا، اتفضل. دلوقتي احنا عندنا 3 ضحايا، رشا هاشم وعبير محي والضحية الثالثة المجهولة. سعادتك احنا شغالين على صاحبة الصورة وخلال يومين نكون عرفنا يا مين. مفيش يومين يا عصام، بكرة الصبح يكون عندي تقرير بكل المعلومات عنها، هي مين، ساكنة فين، بتشتغل ايه، مين اهلها، والاهم من ده كله هل في رابط بينها وبين الضحيتين التانيين ولا لا. طول ما احنا مش قادرين نربط بين الجرائم دي وبعضها عمرنا ما هنقدر نعرف مين السفاح ده وبيعمل كده ليه. هاي، افتكر انك انت اللي واقف قدامي، مش انت برضو في العربية السودة؟ طب استنى خليني اقلب نور لحسن اكون واقفة ورا حد تاني. مساء الخير يا نجمتي. هاي، ازيك؟ انا بصراحة مش مصدق ان انا شايف حضرتك دلوقتي، يعني ده كان حلم كبير بالنسبة لي. ميرسي، بس شكلك كده بكاش كبير. لا خالص، حضرتك اللي ما تعرفيش انا معجب بيك قوي. هتفضل واقف كده؟ انا ممكن افضل واقف كده العمر كله. مش قلت لك انك بكاش كبير؟ بس حقيقي مش هينفع يعني تفضل انت واقف وانا قاعده في العربيه. وبرضه ما ينفعش ان حضرتك تنزلي تقفي في الشارع، لان في ظرف 5 دقايق بس الشارع ده كله هيتملي ناس ومش هنخلص من المعجبين. طيب خلاص، لف وقعد جنبي يعني علشان اعرف اتكلم معاك براحتي. اوكي. انا كنت فاكره انك اكبر من كده. دي حاجه وحشه؟ لا 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 لا، بس يعني انت صغنن على انك تبقى منتج وصاحب شركه و صاحب استوديو ومحطة. أصل أنا ابن وحيد وبابا الله يرحمه توفى من 3 سنين وساب لي مبلغ مش بطال، ولما حضرتك هتعرفيني أكتر هتعرفي إن الفن بيجري في دمي من وأنا صغير، فلما جيت أعمل بيزنس كنت عارف أنا هعمل إيه. أيوه فهمت. لما نروح الشركة إن شاء الله هوري حضرتك خطة الإنتاج الخمسية. يا رب تعجبك، خصوصاً ان حضرتك ليك نصيب الاسد فيها. طب هي الشركه فين؟ بعيده عن هنا؟ للاسف بعيده شويه. انا عارف طبعا ان انا حطيت حضرتك في موقف بايخ بالوقفه دي، بس غصب عني عربيتي قتلت في الشارع ده
انت عارفه العربيات دي كلها كمبيوتر وما ينفعش اي حد يلعب فيها. عارفه بس ما تقلقيش، انا بعت السواق يجيب العربيه الثانيه مش هتاخر. ماشي، بس يعني ما ينفعش، خلينا نتحرك ولما يجي السواق يبقى يحصلنا. مش عايزه تعبك. يا سلام، لا تعب ولا حاجه. اوكي طيب، تحب نروح الاستوديو الاول ولا الشركه الاول؟ ايه اللي يريحك؟ انا بصراحه حابب افرج على الاستوديو. خلاص يبقى الاستوديو. هو فين؟ هو للاسف مش قريب، بابا الله يرحمه كان سايب لي حته ارض صغيره كده، فبنيت عليها بلاتو سينما واستوديو صوت وجهزتهم باحسن المعدات. عارف انا بقالي قد ايه ما دخلتش استوديو؟ ان شاء الله هتدخلي وتنوري وهتعملي احلى شغل. ثانية واحدة. الو، ايوه انت فين؟ طيب هات العربية وتعالى على الاستوديو. يلا متأخرش. سلام. اتحرك؟ ثانية واحدة اجيب شنطتي من العربية فيها فلوس واوراق. ماشي. انا مش فاهم يا اصل بابا الله يرحمه كان دبلوماسي واشتغل فتره طويله في سفارتنا في باريس وليه صحاب كتير فرنساويين. ها فهمت. لما كنت هناك الاسبوع اللي فات قابلت واحد منهم واداني هديه مش ممكن تلاقيها في السوق. والله ايه هي بقى؟ ليكار. اول ما اداها لي قلت لازم افتحها في مناسبه مهمه، ما لقيتش طبعا اهم من ان اقابل عزة كامل واشرب معاها في صحن رجوعها تاني للساحه الغنائيه. مازن عارف انا بموت بالليكار. عارف. يا سلام، عارف ازاي يعني؟ انا اعرف عنك كل حاجه. عارفه انه ينفع توصلي؟ طبعا. او انا بقى مجنون عزة كامل. تحب افتح لك تدويها؟ لا لا ما ينفعش انا بسوق. طيب ممكن حضرتك تركني على جنب واسوق انا عشان تعرفي تشربي. ايه رايك؟ بس انت غريب يعني. ماشي. طب قول لي بقى ازاي هتشرب وانت سايق؟ هبقى اشرب لما اوصل الاستوديو. يعني ايه؟ يعني انا اشرب لوحدي؟ الازازه دي انا جايبها على شرفك يا ست الكل، ونام عليا مش عايز اي حد يلمس منها نقطه ولا حتى انا. مش هينفع، لازم تشرب معايا. دقيها بس وساعتها انت اللي مش هتقدر تديني منها حاجه. قلت ايه؟ هي فين؟ اهي. جربي. طب بص انا هدوقها يعني حابه كده وبعد كده نبقى نكمل مع بعض. اوكي. شفت لك؟ باشا فول. حاضر يا باشا. اخلص يلا مستعجل. حاضر يا باشا. حاضر. مية اتنين وتلاتين يا باشا. امسك. حاضر. لحظة بس اجيب لحضرتك الباقي.
عارف اني غلطت لما جيت بعربيتها يعني. بس هعمل ايه؟ خفت ما ترضاش تركب معايا وتقول لي امشي وراك بعربيتي. على العموم انا داريت العربيه كويس ومحدش هيقدر يشوفها. خلصنا منها حاجه تقرف. بس ايه رايك يا ست الكل؟ كناهم ما عرفوش يمسكوا علينا غلطه واحده. اه يا اخويا كناهم، بس بعد ما وكلناهم كل واحد مروح بظرف فيه مبلغ قد كده، ولولا المبلغ ده كانوا اتلككوا على اي حاجه. طب وماله؟ يا بخت من نفع واستنفع. يوه انا نسيت ابص على باقي البوسطه. كل اللي شفته الصبح كان فواتير وناس عايزه فلوس. على الله بقى يطلع وشك حلو ونلاقي شيك تبرعات ولا حاجة. خلاص لو طلع فيه فلوس يبقى ليا نصيب مدام نسرين. الحالة اللي انت فيها دي مش هتنفع. انا عايزك تهدي وتركزي وتحاولي تفتكري كويس. حاضر. مدام عزة ما حكتلكيش اي تفاصيل عن طبيعة المشوار اللي كانت رايحة ده؟ لا خالص، اصل مامي كانت طول عمرها تحب تعمل لي مفاجآت. يعني تفتكري ان المشوار ده كان عشان حاجة تخصك؟ معرفش، هي ما قالتليش غير اللي انا قلته لحضرتك. بس مش غريبه يعني ان انت ما لاحظتيش غيابها الا لما الصوره وصلت لك؟ ما انا قلت لك اني كنت بايته في الملجا. ما كلمتيهاش في التليفون حتى؟ كلمتها وكان مقفول عادي، مامي متعوده تقفل الموبايل كتير. وما فيش حد في البيت لاحظ غيابها؟ احنا عندنا بس شغاله واحده بتيجي الصبح وبتمشي اخر النهار، وبعدين مامي متعوده تخرج في اي وقت وترجع في اي وقت. هي خرجت بعربيتها مش كده؟ اه. عندها سواق؟ لا، حاولت اقنعها كتير تجيب سواق بس ما كانتش بترضى. هي مامي كده، ما بتحبش الخنقه وبتحب تبقى براحتها. طيب تفتكري ان اللي حصل ده ممكن مثلا يكون حصل بغرض السرقه؟ معرفش، بس عربيه مامي مش جديده ومش غاليه، يعني ما حدش ممكن يطمع فيها. وبعدين مامي ما كانتش بتخرج بدهب كتير عشان بيعمل لها حساسية. طيب حاجة أخيرة، لأن أنا الحقيقة مش عايزة أتعبك، هل في بينك أنتي أو الست والدتك أي عداوة مع أي حد تخليه يفكر يعمل كده؟ لا طبعا، إحنا ناس محترمين وعلاقتنا بالدنيا كلها زي الفل. وبعدين بدل ما تضيع وقتي ووقتك في اسئله ملهاش لازمه، دوروا على اللي عمل كده وهاتوه. مدام نسرين احنا عارفين شغلنا كويس، بس حضرتك علشان نقدر نعمل شغلنا لازم انت كمان تساعدينا بكل المعلومات اللي عندك. انا كل اللي عندي قلته. طيب سؤال اخير، يا ترى انت كنت تعرفي اي حد من الضحايا اللي قتلهم السفاح ده؟ لا. ولا اي حد من اهاليهم؟ والله انا ما عملتش لكل واحده فيهم كشف عيله عشان اعرف. ممكن امشي بقى ولا في حاجه تانيه؟
بقالكوا 4 ساعات بتحققوا معايا زي ما اكون متهمه. لا متهمه ايه لا سمح الله. لا ممكن تمشي. اتفضلي حضرتك، واحنا لما نعوزك هنكلمك. اتفضلي. امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لما اقطعوك. ما تسبليش بعينيك كده يا حسين، والله العظيم ما اقوم ابوسك قدام الناس دي كلها ولا يفرق معايا. قتلت الستات دول ليه؟ أني ستات؟ دول. يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ حاجة بشعة جدا. ده أنت ناوي تستهبل بقى. ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. إيه رأيك؟ أنت ده ولا أخوك التوأم؟ انا فعلا، بس الصوره دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصوره دي اتاخدت لعزه كامل قبل اختفائها على طول. بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتوله اتبعتت لبنتها. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمه مش بسيطه. انا عارف انها جريمه مش بسيطه، بس تفتكر سعادتك يعني جريمه زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها أي حاجة؟ إزاي مفيش فيها أي حاجة؟ أنت متصور فيها مع الضحية. وأنا ما أنكرتش، بس أنا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها.
يعني عنصر الإجبار مش موجود. ولو فرضنا إن في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالأقرب بقى إن عزة تكون هي اللي خطفاني مش أنا اللي خطفها. يعني يا نادر أنت مرتب نفسك قوي. ساعدتك حط نفسك مكاني، أنتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد إن اتصورت معها. لا وإيه، عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيع، كل ده عشان خاطر صورة؟ مش عشان صورة. زي ما أنت مرتب نفسك قوي، إحنا كمان مرتبين نفسنا. أنا مش فاهم ساعتك. هتفهم دلوقتي. أدخل. تعال يا سلطان. أوامر سعادتك يا باشا. انت شغال في البنزينة اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينة ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجة بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربية. شاب ايه؟ سايق العربية يا باشا. سايق العربية؟ كمل. والست عزة كانت قاعدة في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟ لا يا باشا دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانة مبلبعة حاجة ضربة اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبة عن الوعي. اكتر من كده يا باشا، بقول لحضرتك مش هنا، مسافرة بعيد يا باشا. طب قول لي يا سلطان، تحت امرك، هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربية؟ هو يا باشا. هو متأكد؟ متأكد. طيب يا سلطان تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايوه يا بنتي طبعا متأكدة. هو طلع سفاح يا اختي كله من قرب، مش عارفة والله هعمل ايه. بفكر اروح للبوليس واحكي لهم بس خايفة يسيحوني. نهار اسود ونايم، صدقي ما جيش في دماغي الحوار ده خالص. افرض صحي حارب منهم وجي قتلنا. لا يا اختي انا ماليش فيه اساسا، وبعدين ان هما مدام قبضوا عليه بقى حكايتي دي ما تهمهمش في حاجة مش كده؟ ربنا يستر بقى. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة، الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام، فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش، ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة، خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها، او انها كانت سكرانة زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه. مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية، وسعادتك ما فيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت، جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل، جبت منين الكلام ده؟ من الصور، الصور اللي اتبعتت لأهالي الضحايا. بس دي مش أدلة إدانة على جريمة قتل. سعادتك أستاذنا وعارف أكتر مني إن أي جريمة قتل محتاجة جثة وسلاح جريمة ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحدة من دول. يعني ببساطة ما فيش عندك قضية أصلا، وكبيرة هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الآخر برضو هتخرجني. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي، ومش هسيبك. تقدر تقولي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش، إيه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم أمريكاني، المجرم داير يخطف في الستات ويقتلهم كده غلاسة؟ أنا كان نفسي يا نادر إنك تتعاون معايا، لأني بجد
عاوز اساعدك. انت اللي اخترت الطريق الصعب، انت حر، بس في الاخر مش هتلاقي حد تلومه الا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على الاسئله اللي انا سالتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. ايه يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجه واحده عايزين نتكلم عنها احنا الاثنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ ده مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يقون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا لا لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. وريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يقون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقه عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز الكلام. عمر بن رجعوا الحجز. عايز اعرف كل حاجه عن اللي اسمها حنين دي في اسرع وقت. يعني انت عاوز تنكر شهادة الميكانيكي؟ وانكر ليه؟ هي تهمة؟ انا فعلا كنت بروح اصلح عربيتي عند الميكانيكي ده، بس بتهيألي يعني ان دي مش جريمة على قد ما انا فاهم. وما لقيتش غير الميكانيكي اللي تحت بيت رشا الضحية الاولى يا نادر؟ بس انا كنت عاوز ميكانيكي كويس والناس دلوني عليه. ولما هو كويس ليه ما صلحلكش العربية من اول مرة؟ ولا انت بقى كنت بتعمل اي حاجة في العربية عشان تتلكك بيها وتروح له؟ بتلكك ليه بس سعادتك وانا عايز اضيع وقتي؟ هي العربية اللي كانت بتعملها معايا كل شوية. وده سبب ادعى انك كنت تشوف ميكانيكي غيره طالما لقيته مش عارف يصلحها؟ اكبر غلط سعادتك. الصناعية زي الدكاترة بالظبط، طالما ابتديت مع واحد لازم تخليك معاه لغاية ما مشاكلك كلها تتحل، لانه بيبقى ادرى واحد بيها. يا سلام. لكن كل شوية هتروح لواحد وتبدأ من أول وجديد، ده غلط، مضيعة للوقت وللفلوس. ولا الاستهبال ده مش هينفعك كتير. استهبال ليه بس سعادتك؟ ما أنا بجاوب على أسئلتك أهو. ولا سعادتك عايز تتهمني بقتل بنت لمجرد إن بصلح حرابيتي عند الميكانيكي اللي تحت بيتها؟ لو موضوع كده بقى لموا زباين كل الميكانيكي ده واحبسوهم معايا. بس كل زباين الميكانيكي ده مفيش ضدهم شواهد في قضايا تانية يا نادر. ولا انا في شواهد ضدي كلها مصادفات. وبعدين من سعادتك قابلته يعني اكيد قالك ان انا رحت له بعد اختفاء البنت.
مش كده؟ آه قال لي. طب لو أنا بقى بروح له عشان أخطف البنت زي ما سعادتك بتقول، إيه اللي هيخليني أروح له بعد ما عملت اللي أنا عاوزه؟ شفت بقى إن سعادتك ظالمني يا عادل بيه؟ أنا راجل حظ وحش، أدي كل الحكاية. وإيه حكاية العربيات اللي كنت بتأجرها دي؟ إحنا جالنا أصحاب 4 مكاتب تأجير عربيات، كلهم قالوا إنك اتعاملت معاهم في الفترة الأخيرة. حصل، بس برضو تأجير العربيات مش جريمة عشان سيادتك تتكلم عنها كده. ولو حد فيهم قال إن كلت عليه الإيجار أو خبطت عربية وما دفعتش تمن تصليحها أو أخدت عربية وما رجعتهاش، هنا يبقى فيه جريمة وتهم. بطل الصعبات ورد علي يا عدل. إيه اللي خلاك تأجر العربيات الكتيرة دي في الفترة القصيرة دي؟ أنا شخصية ملولة سعادتك، وبزهق بسرعة، وشغلي في التشطيبات بيخليني أروح أماكن مختلفة، وكل مكان ليه العربية اللي تناسبه. يعني مثلا اللي شوارعه مسفلتة غير اللي شوارعه مكسرة، اللي جوه البلد غير اللي في الصحراء. بقى كده؟ أيوة سعادتك. على فكرة إيهاب بيه الضابط بتاع السجن اللي أنت كنت فيه بيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه، راجل ابن حلال مصفي. لما غريبة يعني انه يبعت لي سلام مع سيادتك رغم ان لسه مقابله قريب في الكافيه اللي هو بيقعد فيه، مش كده؟ مظبوط. بس سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة بتخفى عليك. لا ما بيخفاش، وعشان كده انا عارف ان ضحى الضحية التالتة، ضحى كانت موجودة في نفس الكافيه في نفس التوقيت. سبحان الله، مش معقولة كل دي صدف في نفس الوقت. بس الحمد لله بقى صدفة المرة دي جت في صالحي. ازاي بقى يا زكي؟ مش الشاهد بتاع سيادتك بيقول ان انا قابلته وكنت قاعد معاه؟ يعني ما كنتش قاعد مع الضحية، والشاهد المرة دي ايه؟ ضابط زميلكم. اه بس الشاهد ده قال ان هو اللي شافك في الكافيه وهو اللي نده عليك، يعني انت كنت رايح الكفيل سبب تاني. مش ممكن برضو يا نادر يكون السبب التاني ده انك كنت رايح تقابلها؟ والله كلام سيادتك معقول، وهفترض انه صح. ليه البنت ما جاتليش؟ او ليه انا ما رحت لهاش بعد ما خلصت قعدتي مع حبي؟ عاوز تقول ان دي برضو صدفة؟ طبعا، بس انا عاذر سيادتك في شكك فيا. ده لو في واحد عايز يلبسني القضية دي مش هيقدر يجمع كل الصدف. مش كده بذمتك؟ بس الحمد لله البلد فيها قانون ما بياخدش بالصدف ولا بالشبهات، بياخد بالقرائن والأدلة، وإلا بقى كان الواحد راح في داهية. قصدك ايه؟ قصدي ان انا خارج عادل بيه، وسيادتك عارف كده كويس. جايز تكون الحكاية دي مضايقاك وعندك حق بصراحة، بس الحق أحق أن يتبع، وأنا هغرب وسيادتك هتبدأ من الأول. عايز نصيحتي يا باشا؟ ما تدورش ورايا، أنا مش هتوصل لحاجة، دور في سكة تانية يمكن توصل. طب ما أنا كل ما بفتح سكة تانية يا ابن الحلال أنت بتقفلها. أنا كل ما بسألك عن مراتك ما بترضاش تتكلم، ليه؟ كلامي لا هيقدم ولا هيأخر، أنا متأكد إن سيادتك هتوصل للحقيقة من غيري، بس احنا مسألة وقت، ولغاية الوقت ده ما يعدي أنا ما عنديش حاجة أقولها. ما هو مش ممكن تكون كل دي صدف يا نادر، قول كلام معقول. يا فندم سيادتك سيدي عارفين ولا حاجة من دول تاركة لأنها تكون شبهة ضدي، بعدين مش معقول تكونوا عايزين تحكموني لمجرد وجودي في أماكن ليها علاقة بالضحايا. احنا مش بنحكمك، بس كمان وجودك المتكرر ده بيصير علامات استفهام، والشك يفصل لصالح المتهم. وبعدين الداخلية ما قدمتش ولا دليل واحد ضدي ولا حتى دافع يخليني ارتكب كل الجرائم دي. والداخلية دي هتستقصدك ليه؟ انا ما قلتش كده يا فندم، بس يعني هما ما صدقوا مسكوا في حاجة يفسروا بيها كل الجرائم اللي بتحصل دي، لكن القانون ما بياخدش غير بالأدلة، وانا بعد اذن سيادتك عايز اثبت في التحقيق ده اني بتقدم بطلب لمعالي المحامي.